على بعد أسابيع قليلة من مهرجان اسكندرية السينمائي، وتحديدا الدورة ال 38 هتبدأ في الفترة من 5 ل 10 أكتوبر، واللي بتحمل اسم نجم اسكندراني كلنا بنحبه وبنعشقه، وهو النجم الجميل محمود حميدة. امبارح المهرجان كشف عن البوستر الجميل اللي حمل توقيع فنان الكاريكاتير الكبير عمرو فهمي، واللي الحقيقة لفت نظرنا أنه هو متناغم مع الحدث في طبعا المدينة الساحلية، عشان كده العنصر الرئيسي فيه كان مركب صيد في الميناء الشرقي لإسكندرية، وبيستقلها بعض رموز الكوميديا في فترات زمنية مختلفة، وتصدر المشهد في مقدمة المركب الثنائي الشهير في فيلم شارع الحب بطولة زينات صدقي وعبد السلام النابلسي، في مشهد رومانسي مستوحى من فيلم التايتانيك، ومعاهم كمان عظماء الفن من أجيال مختلفة، بداية بقى من العظيم نجيب الريحاني وعلي الكسار، مرورا باسماعيل ياسين وزينات صدقي وفؤاد المهندس، وبعديهم بقى جيل الثمانينات، يعني الجميل الفنان عادل امام، الفنان الكبير الزعيم وسمير غانم الله يرحمه، وانتهاءا بالنجم الجميل محمد هنيدي، وراهم طبعا قلعه قايتباي اشهر معالم اسكندريه. تعالوا كده يعني نطفي اجواء من البهجه والفن والشخصيات الجميله المؤثره اللي كان ليها بصمه وارث فني كبير في السينما وفي الفن المصري بشكل عام والعربي، ونتكلم مع الناقده الفنيه دعاء حلمي. اهلا وسهلا بيكي. ازيك وزي كل المشاهدين يعني. الحمد لله، يا رب تبقي بخير. ويعني احنا شايفين حتى مجرد الكاريكاتير او مجرد البوستر يعني خلانا كده نبتهج شويه. رايك ايه الاول في البوستر واجواء المهرجان المقبله؟ البوستر مبشر ومعبر، نقدر نقول هو صحيح اول مره نشوف يعني رسم كاريكاتيري لبوستر مهرجان، بس المهم ان هو معبر عن الحاله. فكره ان هو مطلع النجوم بشكل كاريكاتيري، لان هم دامج ما بين الرومانسيه ودامج ما بين الكوميديا، فاعتقد ان هو شامل وجامع. والجست اللي حضرتك قلتي عليه اللي هو تايتانيك، هو قاصد ان هو يرسم البهجه ويرسم الضحكه الحلوه وقلعه اسكندريه، يعني في اكتر من مقصد في البوستر، فاعتقد ان هو بيعبر عن الطابع السنه دي مهرجان اسكندريه، فكره الكوميديا يعني. وزي ما انت قلتي، هو احنا فعلا مش بنشوف كتير بوستر على شكل كاريكاتير، بس هو حاجه يعني خارج الصندوق او خارج المألوف، بس كانت مبدعه. طب ايه رايك في اختيار الفنانين نفسهم، الصور اللي كانت موجوده؟ برضو انا شايفه ان هم في منهم كتير سكندريين، يعني هتلاقي ان هو اكيد ليهم علاقه بالبحر بشكل ما، والتوليفه ان هو مجمع كل الاجيال، وده بقى ملاحظ حتى في بقيه جدول المهرجان، فكره ان هو يكرم الفنان الكبير ملك الاستعراض سمير صبري ودنيا سمير غانم، يعني برغم اختلاف الجيلين انت بتتكلمي عن فرق كبير، لكن هو قاصد ان هو بيعبر عن ده بالبوستر ده، ان هو في اجيال مختلفه موجودين على نفس المركب، لان هي في النهايه هي مركب القوى الناعمه المصريه يعني. المركب الفنيه كلها بقى باختلاف الاجيال وباختلاف الازمنه. صحيح، والمركب سايره بينا لغايه دلوقتي، وهي اللي مخليانا لغايه دلوقتي لينا الرياده، ولينا سواء في فكره صح. اللهجه المصريه، فكره الرياده المصريه، فكره الدراما المصريه. صح، ده معنى جميل الحقيقه قوي الصراحه. ده حقيقي. طب ايه رايك بقى في اهم الافلام اللي تم الاعلان عنها لحد دلوقتي؟ هو الحقيقه الافلام غالبيتها بتبقى دول البحر الابيض المتوسط، بس كان بالنسبه لي فكره استضافه بانوراما للسينما التونسيه الكوميديه تحديدا، ده شكل جيد جدا. السينما الايه؟ التونسيه؟ التونسيه بالظبط. لان في تقارب قوي جدا بيننا وبين تونس من ناحيه الثقافه الواحده، من ناحيه التقدير النسيجي الاجتماعي واحد، فكان ده شيء لطيف جدا، واعتقد ان هو امتداد بشكل او باخر للدول العربيه ودول البحر المتوسط يعني. يعني انت شايفه كده او تتوقعي ان احنا هنكون قدام يعني مهرجان مميز فنيا ومن ناحيه المحتوى والمضمون؟ الحقيقه ان هو كل سنه الامير اباظه او الناقد الكبير الامير اباظه كل سنه الحقيقه هو بيحب يبقى فيها ملمح، يعني مره كانت السينما السوريه، مره
السينما اللبنانيه. يعني هو كل مره بيحاول ان هو يعمل امتداد للمهرجان، وده شيء جيد جدا. بالاضافه للضيوف نفسهم بيبقوا مميزين ومختارين بعنايه، وبنلاقي كمان فنانين الزمن الجميل. تحس ان هو مهرجان ليه طابع خاص كده، يعني دايما تلاقي الفنان اللبلبه، تلاقي الفنانين الكبار. سمير صبري طبعا كان من ضمن الناس اللي دايما كان متابعين للمهرجان بشكل كبير. تلاقي دايما اللي هم الفئه العمريه، علي بدرخان الله يرحمه، قصدي علي عبد الخالق الله يرحمه، اللي هو لسه طبعا الله يرحمه ويحسن اليه. فكان دايما بيبقوا موجودين في المهرجان ده تحديدا. فالحقيقه انه مهرجان ليه طابع خاص يليق باسكندريه يعني. الحقيقه هنتابع معاكي بقى، ووقت ما يبدا المهرجان تنقلي لنا برضو الكواليس والاجواء، ونقرب معاكي كده اكتر للصوره الفنيه الجميله دي. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا الناقده الفنيه دعاء حلمي، شكرا جزيلا ليكي على التواجد معانا في 90 دقيقه.